تعتبر الفروسية من الرياضات الهامة تاريخيا، وإضافة أنها تعلم الفارس قوة الشخصية والحزم والاتزان. واليوم بعد عدة تجارب ودراسات تبين أن للخيل دور كبير في علاج مرضى التوحد. بداية الأمر لما كنت أدرب تدريب عادي كانت تجيني بعض الحالات وأنا كنت أستغرب منها، يمكن أول مرة تمر علي الكلام هذا من 15 سنة، كانت تجيني حالات بسيطة فكنت أضطر أني أركبهم، ولاحظت أن الخيل بدأ يتجاوب معاه، لقيت الطفل أنه صار في تواصل معي الأباء اللي كانوا يجون. فبديت أقرأ أول 5 سنوات وأبحث عن الموضوع هذا، حتى أنا لقيت أن الدول الأوروبية تعالج الفئة هذه من ذوي احتياجات خاصة، إن كان فرط حركة، إن كان في شحنات كهربائية، إن كان توحد، أن يعالجونها بالخيل. فقلت إحنا أولى من الموضوع هذا. قبل 2420 سنة ذكر العالم اليوناني أبقراط في كتاباته أن ركوب الخيل يساعد في علاج ذوي الإعاقة. أيضا تشتهر بعض أنواع الخيل بحبها وولائها للإنسان، وهذا يسمح ببناء علاقة قوية بين المصاب بالتوحد وخيله. كانت الطبيبة هي الاستشارية طبعا نفسية، فكانت هي اللي أعطتنا هذا الفكر، والحمد لله وايد استفاد كثير. أول كان يخاف من الأطفال، ما كان يمشي، كان يتلفت يمين يسار، سبحان الله مع الخيل إيش اللي صار ما أعرف، لكن تغير، ما صار يخاف من الأطفال، صار طبيعي شوية. أسمعنا الحين ركبت حصان فرس تيماء لأن أبيض، أول كنت ركبته وركبت حصان فرس الشيخة، أول كان ماتت فرس الشيخة، ماتت فرس تيماء، ركبت حصان زعيم وركبت حصان إنجليزي ودكت ويركض يركض يركض شوي شوي. الخيل معقود في نواصيها الخير، والمعقود هو الأمل والخير الذي يأتي من الخيل. لبرنامج سيدتي ريهام الشعبان، صفوه.